بقى مخاطط الخشب عند قدماء المصريين اللي كانوا بيخاطوا بيها كل أنواع الأرجل والأخشاب أو أي نوع من أنواع الموبيليا. يعني المصريين القدماء برضو عرفوا خراطة الخشب، زي حفر الخشب وزي نحت الخشب وزي قطع الخشب وصنفرة الخشب وكله. طبعا انت متفاجئ لغاية دلوقتي بكل اللي فات واللي انا قلته في الفيديو اللي موثق على جدران المعابد. تعال بقى نتكلم عن التعشيقات اللي موجودة في العالم كله دلوقتي. دي كل التعشيقات اللي موجودة او جزء كبير منها. ايه رأيكم ان اصل كل هذه التعشيقات فرعونية ووجدت في الحاجات اللي اتوجدت في المعابد او في المقابر او في الاهرامات او في المناطق الأثرية؟ كل انواع التعشيقات اصلها فرعوني. هتقولي دي اليمامة، هتقولي مش عارف كعب درج، هتقولي ايه، هتقولي كوايل، هتقولي كل حاجة، هقولك اصلها فرعوني. لو رحت المتحف المصري واتفرجت على المنتجات الخشبية الفرعونية هتتفاجئ لما تشوف التفاصيل بعينك وبنفسك. طبعا مفاجأة لناس كتير، ما اقولش ان الفراعنة سبقوا العالم كله، لكن هم كانوا سباقين في الصناعات الخشبية. بصراحة يعني انا منبهر. جزء من الاعمال الخشبية عند قدماء المصريين او الفراعنة كان الصناديق اللي بتتحط على العربيات اللي بتجرها الخيول. شايفين منظر الصندوق وتجميعه؟ شايفين تجميع الخشب؟ ده صورة توضيحية تبين ازاي كانوا بيجمعوا الخشب وازاي بياخدوا مقاساتهم، وهقول لكم المقاسات في جزء من الفيديو. كانت بتتاخد يا اما بالصباع يا اما بالذراع، دي كانت المقاييس بتاعتهم، الاصبع او الاربع اصابع او الذراع، دي طريقة التعشيق بتاعتهم. ده نوع من التعشيقات نص على نص اهو اللي احنا بنعمله دلوقتي، عملوه هم قبلينا. دي انواع تانية من التعشيقات، حاجة ممتعة بصراحة. حتى النقر واللسان قدماء المصريين عملوه، زي ما انتوا شايفين الرسم التوضيحي، نقر ولسان اللي احنا بنعمله لغاية دلوقتي. مفيش حاجة ما عملوهاش يا جماعة، مفيش حاجة ما عملوهاش. النقر واللسان برضو كانوا بيعملوه في الكراسي زي ما احنا بنعمله دلوقتي بالظبط، بدون اي اختلاف، ولكن الاختلاف الوحيد ان هم كانوا بيشتغلوا بأدوات بسيطة جدا جدا جدا. دي تعشيقات برضو فرعوني زاوية 45، ودي الرسومات التوضيحية بتاعتها، ودي برضو طريقة تانية للتعشيق الأركان بزاوية 45 زي ما انتوا شايفين. وخش على التقيل بقى، الفيونكة دي اللي كانوا بيستعملوها علشان يصلحوا بيها الخشب وهم بيعملوا المراكب. من على جدران المعابد برضو صورة اتخذت واتكبرت علشان تبين ازاي قدماء المصريين كانوا بيغروا الخشب. طبيعي كانوا بيستعملوا غير طبيعي حيواني اللي احنا بنستعمله في مصر لغاية النهاردة. طبعا دي حاجة عجيبة بالنسبة لكو، الفراعنة او قدماء المصريين عرفوا البقشيشة وعرفوا الفارة كمان وكانوا بيستخدموها في شغلهم، وده شكلها. طبعا انا اختصرت كتير في الفيديو ده علشان ما طولش عليكو. هنا الدكتور البروفيسور كيلن كان بيستخدم الادوات اللي هي معمولة بالظبط زي أدوات قدماء المصريين قدامنا، الدقماء، الأزميل، كل الأدوات اللي هو بينها في العرض التقديم اللي عمله استخدمناها قدامنا. على فكرة الفيديو كامل هسيب لكم الرابط بتاعه، متصور بالكامل، هو حوالي ساعتين، هسيب لكم الرابط على قناة نديم فاونديشن أو مؤسسة نديم، هو باللغة الإنجليزية. أنا حاولت أترجم لكم أهم حاجات في الفيديو ولقطات سريعة من المحاضرة. طبعا كان جو جميل جدا أنك تشوف الأدوات دي بتشتغل بالفعل. دي هنا أدوات القياس، ده الزراع اللي احنا قلنا عليه واتكلمنا عليه في خلال الفيديوهات اللي احنا عملناها. ده منظر الأدوات اللي معمولة صورة طبق الأصل من الأدوات اللي كان بيستخدمها قدماء المصريين واللي اتعرضت علينا في المحاضرة.
صوع طبق الأصل، الأدوات وأجهزته وأدوات القياس، أدوات الشغل وأدوات القياس. وكمان أنا بحب أشكر مؤسسة نديم لأنها سمحت لي بلقاء حصري مع البروفيسور. Professor Kellam, thank you very much for being in Egypt to give us such lecture. I would like to ask you to give an advice to Egyptian woodwork hobbyists, especially youth, because they are fascinated with power tools. Yeah. And they just ignore handy tools such like chisels, hand saws, and all of these stuff. Yeah, I think it's important to master hand tools, because it's not until you have a good understanding of hand tools that you can then begin to employ modern machine tools. Yeah. And so you must really have a good understanding of how the tools work, how you sharpen them, how they behave. How they behave when they're being used on different types of wood. Okay. So that's important. Very good. And what kind of advice in order to make them professionals in their work, which they started recently? I think they need to look at ancient furniture in order to see how the design of ancient furniture developed using hand tools. Okay. And then you can then begin to increase your knowledge of machining wood using modern machining tools. Okay. I think it's a sad loss to the woodworking industry if carpenters don't really understand how to work wood manually. Okay. By the way, personally, I would like to tell you something. I was shocked. I'm fascinated with joints, different type of joints. I was shocked, and first time to know that most of these joints originally ancient Egyptian. Very, very, very first time I know this knowledge, this part of history about Egyptian, ancient Egyptian woodworking industry. So, this means that all of these American joints based on ancient Egyptian joints? Oh yes, yeah. Yeah. The reason the joints developed is because of the physical properties of the wood. Yeah. And so in order to cut the wood to make a mortise and tenon joint, the mortise has to be one third the thickness of the rail, and the tenon has to be one thickness of the rail, so it's the strongest joint. But you can only do that through experimentation and understanding the properties of materials. Yeah. Using modern machinery, CNC machinery, it loses so much in the ability to create. I agree with you 100%. Thank you very much, Professor Kellam, and looking forward to see you again in Egypt, because I believe we need to know more about this. Yes, absolutely. Thank you very much. مرة تانية بشكر مؤسسة نديم وعلى الأخص صديقي العزيز وزميل العمل الأستاذ أدهم نديم على دعوته لي لحضور هذه المحاضرة. أتعشم يكون الفيديو عجبكم، وهتلاقوا الفيديو الكامل على قناة مؤسسة نديم. هسيب لكم الرابط بتاع القناة أو الرابط بتاع الفيديو الكامل في صندوق وصف الفيديو. أتعشم يكون الفيديو عجبكم، وأتعشم أنكم تكونوا خدتوا فكرة عن النجارة في العهد الفرعوني، حاجة مبهرة جدا. شكرا ليكم، كنت معاكم أحمد رأفت، قناة نجارة.com.